السلام عليكم يا جماعة، معلش الخط قطع، بس كان في حاجة حصلت. هنكمل بس دلوقتي زي ما انا قلت لكم، احنا بدأنا هنا في الحالة وزي ما قلت لكم بندخل منين، وبعد كده قلنا بنشتغل ازاي وبنقطع ازاي. الناس موجودة ولا نامت ولا ايه؟ انا عارف ان التوقيت لسه عندكم في مصر بدري، محدش نام يعني. بالنسبة بعد كده، طب أنا دلوقتي زي ما قلت لكم آخر حاجة اتكلمنا عليها إن أنا عملت سبيس موجود بين السكارز وبين السبكوتينيوس تيشو، يعني أنا عملت في سبيس اتخلق عندي بين السكار وبين الإيه السبكوتينيوس تيشو، فأنا لازم هملى السبيس ده. أنا قلت لكم هنملى السبيس ده بثلاث حاجات، أقواهم طبعا الفيلر، بعد كده يجي البي أر بي، طب لو حد فقير خالص ما عندوش حاجة، أو إن هو هيعمل بروسيدير تاني على طول، يعمل إيه؟ أنا هحقنه هنا سلاين، يعني بحاجه بسيطه خالص وسهله وموجوده، انا حقنته صلاين عشان احافظ على السبيس اللي موجود ده، لان المريض ده تاني يوم بالظبط 48 48 ساعه انا عملت له فراكشنال. يعني طالما انا عندي مخطط او عامل بلان ان انا هشتغل حاجه تانية فمفيش مشكله، لكن طب لو هو هطول مش هعمل حاجه دلوقتي، ممكن احقنه فيلر او ان انا اعمل بي ار بي. تمام، ده بالنسبه لي ان انا عشان احافظ على السبيس اللي انا عملته. هتلاحظوا ان في ايديما بدات تبقى موجوده، انا بحاول اوريكم صوره للشكل تقريبا بعد الجلسه دي. نيجي ده بقى برضو الناحيه التانية، انا اشتغلت برضو بنفس الطريقه. الناس اللي بتسالني انا دخلت ازاي، هنعيد تاني من الاول خالص. انا دخلت اوبليك، بصوا انا ساند بصبعي عشان بس الناس تبقى فاهمه. طب انا عايز اعمل حاجه تانية، طريقه تانية، انا هخلي السرنجه كده، معلش بقى انا ما عنديش حاجه يعني، يعني السرنجه كده مقدار صابع تحتها، يبقى انا كده اوبليك، انا كده دخلت خلاص في الدرمس. يعني انا لو عملت صبعي كده وده سن السرنجه او النيد اللي انا شغال بيها وصبعي تحتها كده، لو انا ساند يبقى انا دخلت كده كده في الدرمس عندي. بعد ما بدخل بخليها هوريزونتال وبارل للسكن، وبخش باك وفرنت، وبعد كده سايد تو سايد، وبعد كده بعمل فانينج. تمام، يبقى انا دخلت في الاول خالص. بصوا انا يعني انا عايزكم بس تبصوا على صبعي انا ساند بيه من ورا ازاي. بص على صبعي هنا، ده هتلاقيه ساند اكنه مقدار صابع تحت النيدل، دخلت بيه اوبليك. بعد ما دخلت خلاص بقيت بارالي، شايفين انا حاسس ان انا شايف الابره، مشيت بيها اول حاجه باك وفرنت قدام وورا عشان اسلك الدنيا بالنسبه لي اقدر اقطع الفايبر ستيشو. على فكره بص انا عايزكم تبصوا يعني ركزوا هنا مع الصوره دي، لاحظوا انا بادئ منين وبصوا انا وصلت فين، بصوا انا وصلت لحد فين، خلاص يعني تقريبا وصلت عند الابره، يعني شايفين النيدل جايبه كل المساحه دي معاه، ده وان انتري بوينت، انا جبت معاه تقريبا كل التشيكس، يعني كل تشيك في وان سايد من انتري بوينت واحد بس، بدل ما اقعد ان انا اشتغل من اكتر من مكان وبهدل وش العيان واخليه يعني زي البطيخه. خلاص نفس الطريقه برضو بشتغل سايد تو سايد، وبعد كده بعمل فاننج. بس خلوا بالكم يعني دايما انا بضغط بصبع من هنا بالراحه عشان اقلل بليدنج واقلل الاديمه اللي ممكن تحصل معايا، وابقى عارف انا ماشي فين عشان برضو ما بقاش ان انا عنيف. واحده واحده، ولازم تخلوا بالكم ان يبقى في ريزيستنس معايا، ما هيش ريزيستنس بسيطة، هتبقى ريزيستنس شديدة. الدكتورة كانت بتسألنا الامرا كريم كفاية لوحده؟ كفاية لوحده، لأن طالما أنا دخلت جوه السكين المفروض إن البين أقل. أي نعم العيان هيحس بالفايبر سيشو بتقطع شوية، بس مش اللي هو البين اللي هيعمل لي مشكلة. تمام؟ طب واحد يقول لي طب الاند بوينت بتاعتي ايه، ان انا بوقف امتى؟ انا بشتغل لحد ما احس ان الابره ماشيه اكنها ماشيه في ميه، بعد كده مفيش اي ريزيستنس قدامها. تمام، يعني هو حس، بص من فوق كده احس ان السكارز كلها رفعت لفوق، ما هيش وماش يعني احس ان السكين بقى تحت ايدي طري، ما هوش ناشف، ما هو يعني بقى سهل معايا. انا عايز اوريكم بس الفيديو التالت، انا جيت هنا برضو، معلش بقى اللي كان بيصور، حقنت برضو هنا سلاين تاني عشان احافظ على السبيس اللي موجود. تمام، اصعب مكان طبعا هو الفور هيد، يعني الولد ده كان عنده كمان سكارز موجوده في الهارت، في الفور هيد فوق. حاول اجيب لكم ثانيه واحده الفيديو اللي فاضل، معلش الفور هيد، بسم الله، ايوه اهي. تمام، بص انا بدأت هنا يعني ايه، جيت مكان من الميديال سايد بتاع الايبرا وكده، قمت جاي داخل
فكرة دي بقى اكتر حاجة مؤلمة جدا جدا. ممكن اديله لوكال، بس انا ما اديتلوش لوكال هنا، كان واخد الكريم بس، ممكن ياخد لوكال انستيزيا بس يعني، هو كان عنده ما كانش فيه مساحة كبيرة قوي، فاكتفيت بالكريم واشتغلت بيه. تمام، معلش يا جماعة، في ناس بتتصل على الماسنجر بس يعني ايه، فده اللي بيقطع البث شوية. هنا ما حقنت الصلاين، لان حقنت هنا هيعمل له هيدك، فانا اكتفيت بس بالايه، حقنت حاجة بسيطة قوي يعني، نقطة صغيرة. ليه بنحقن صلاين؟ هي في ناس لسه جت متأخرة. احنا قلنا يا جماعة ان انا بخلق سبيس، يعني في مكان بقى فاضي دلوقتي. السكارز دي يعني عبارة عن في فايبرز بانس كده ماسكة بين السكار وبين السبكوتينس تيش تحت، انا دخلت قطعت الفايبرز بانس دي كلها وعملت كنترولد وونز، ففي بقى في فراغ موجود، عايز احافظ على الفراغ ده عشان يحصل كنترولنج للهيلينج بعد كده. فقلت بحقن حاجة من 3 أو من 4، ان انا بحقن نشغل برضو عشان الناس تتفرج، بحقن فيلر او بحقن بي ار بي او اقل يعني ارخص حاجة واقل حاجة موجودة عندي، انا بحقن صلاين. انا حقنت هنا في الحالة دي صلاين ليه؟ عشان انا بقول لكم ان انا عملت المريض ده بعدها بيومين عملت له فراكشنال. هحاول اجيب لكم الصور بتاعته قبل وبعد، مش بقى قبل وبعد قوي يعني، هي كانت وقت الجلسة، فمش عارف بقى الصورة هتبقى واضحة ولا مش واضحة. بسم الله، هنا دي كانت صور السكارز بتاعتنا. لا دي ملكوش دعوة بالحالة دي. تمام، دي كانت ملكوش دعوة بالحالة دي برضو، دي كانت السكارز عندنا. في كانت صورة موجودة، أنا حاول أبقى أنزلها على ال الصورة دي كانت بعد الحقن كده، الدنيا كانت رفعت بدأت ترفع معايا شوية. تمام، فكده أنا زي ما قلت لكم نعمل مراجعة سريعة كده على السبسيجن بسرعة. قلنا يعني إيه هي ماينيوت بروسيدير بعمله. تمام، انواع الاكني سكارز، اتروفيك هايبرتروفيك كولويدال، الانواع الاتروفيك الايس بي كورلونج البيك سكار، ده انواع التعريفات بتاعتها. عندنا الثلاث انواع الايس بي كورلونج والبيك سكار سكارز. تمام، ودي الطرق بالنسبه للعلاج عندنا، سواء كان نيدلينج او سبسيجن. وقلنا يعني ايه سبسيجن، انا بشتغل بحاجه اسمها هايبودرميك نيدل، بخش تحت السكار اقطع الفايبرس باند دي بينها وبين السبكوتينيوس تيشو. تمام، دي الحاجات اللي بشتغل بيها بالنوكر نيدل او بالنيدلز العاديه اللي 18 23 جوج او بالكانيولا. والكانيولا قلنا الفكره فيها ان هي بلانت ليس تروماتيك واقل بليدنج. بشتغل ازاي؟ اول حاجه بنخش اوبليك عشان نخش في الديرمس، الاول اوبليك زي ما قلت لكم كده، وبعد كده بخش فورورد وباك، بعد كده بخش سايد تو سايد، بعد كده بعمل فاننج في اكتر من اتجاه. انا ممكن تخش في فازو فيجر وانا بعمل سبسيجن، يعني صعب قوي البروسيدير، ما هوش حاجه ميجر، حاجه بسيطه، الا اذا كان عيان اصلا عندها ميل للفازو فيجر، بتحصل حتى لو شخطت فيها مفيش مشكله. الفكره هنا الناس كانت بتسال انا ليه بحقن صلاين، انا دلوقتي عملت سبيس هنا، المكان ده بقى فاضي، المكان ده بقى فراغ دلوقتي، فانا لازم املاه، بملاه اما فيلر او بي ار بي او صلاين، ولو مش مليته مفيش مشكله، بس لازم هعمل حاجه تانية وراه، ان انا اما اشتغل بقى بالبيلينج او اشتغل حتى بالفراكشنال، سواء كان اربيام سواء كان سي او 2. تمام، انا هنا برضو من ضمن طرق العلاج في الاكن سكارز هي النيدلينج، الديرما بين الديرما رول، واتكلمنا عن البيلينج وانواعها، وقلنا هنشتغل هنا بالميديم ديبس او الديب وانواع بنشتغل بيه ازاي، وقلنا كمان دي شكل نيدل انا بعملها. ده العيان كان الاكن سكارز والتايبس بتاعته، كان عنده ايس بيك والرولينج سكارز، وبرضو كان في بعض البوكس سكارز سكارز. تمام، اتمنى بس ان الموضوع يكون بسيط وسهل كده، ومعلش على التقطيع اللي حصل في النص، وان شاء الله باذن الله نحاول نوريكم حاجة تانية قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.